نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات جلسة حوارية تناولت أبرز المستجدات حول صناديق التقاعد، وتناولت الندوة الحلول المقترحة لاستدامة الصناديق من وجهة نظر قانونية واقتصادية. تحدث فيها الدكتور خليفة بن علي الفاضل عضو مجلس أمناء المركز والأستاذة إيمان البرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في المركز، وذلك بمشاركة وحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية ورجال الفكر والصحافة. في أجواء من التحاور وتبادل وجهات النظر جاءت هذه الندوة الحوارية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات حول نظام التأمين الاجتماعي ومستقبل الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين بحضور نخب برلمانية واقتصادية واجتماعية وإعلامية. طبعا اليوم الكل اتفق في الندوة أن هناك مشكلة، ومشكلة كبيرة في الصناديق التقاعدية يجب إصلاحها، ولكن تباينت وجهات النظر ويوجد تباين في وجهات النظر على كيفية حل هذه المشكلة. احنا في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ندعو كل من عنده حل جذري لمشكلة الصناديق التقاعدية أن يقدم لنا دراسة أو يقدم لنا مجموعة من الأفكار، ونحن مستعدين لمناقشتها ودراستها مع المختصين في هذا المجال. هو أهم نقطة أن احنا نوصل الفكرة لجميع المشتركين والمتقاعدين والمستحقين بأن أي إجراء احنا راح ناخذه لصالحهم، وهذه جدا مهم لاستدامة الصناديق، لأن استدامة الصناديق ما يصير فئة معينة تستنزف كل أموال الصندوق، الفئة اللي بتيجي عقبها ما لها أي حقوق. فهذه مهم جدا أن نكون كلنا في شراكة بيننا، أن نفهم وضع الصناديق وندافع عنها. يعني مو بالقصد أن احنا نقلل من المنافع، القصد أن احنا كلنا مشتركين ندافع عن الصندوق. حوار بناء وتبادل متزن لوجهات النظر والتساؤلات أجاب عنها متحدثون الندوة باستفاضة وتفصيل كبيرين توافقت على إثرها آراء المختصين وذوي الخبرات على أهمية ما صدر من قرارات تصب في مصلحة استدامة الصناديق التقاعدية للأجيال القادمة. قضية التقاعد قضية مهمة تمس كل مواطن بحريني، وبالتالي هذه فرصة طيبة للاستماع إلى الرأي الرسمي من الهيئة المعنية ومن الأشخاص اللي شاركوا في رسم السياسات والإصلاحات اللازمة. وبالإضافة لذلك جرى حوار طيب ومفيد وثري حول هذه التفاصيل، ونتمنى أن جميع الذين حضروا ومن يتمكن للاستماع للمحاضرة يستفيد من هذه المعلومات. ثقافة تبادل المعرفة حول ما يستجد من موضوعات مهمة نهج يؤكد الدور المحوري لمراكز البحوث والدراسات، والتي ينتهجها مركز دراسات من منطلق دوره الوطني وإسهاماته في إثراء المعرفة العامة والتحليل والتدارس وفق أسس منهجية ومعرفية متزنة. طرح علمي ومهني جاء في إطار ندوة حوارية ناقشت نجاعة وأهمية ما تم اتخاذه من قرارات استراتيجية بهدف الحفاظ على استدامة صناديق التقاعد في المملكة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.